كان بالنسبة لعادي الرمزي كنقولوا أنا تزدت في المغرب لعبت مع كوكب مراكشي ولعبت في المنتخبات كما كنقولوا المنتخبات الوطنية الصغرى ومن بعد كأس العالم للشبان وكأس أفريقيا اللي فزنا به مشيت للخارج لعبت الكارير ديالي كلها في الخارج. انا اول فريق احترافي كان اودينيس في ايطاليا، كنت انا اول مغربي في الكالشيو سنه في ايطاليا. كان الدوري الايطالي شويه قوي، ما عندهمش وقت باش كما تنقول تيبغوا الروندوم وتيبغوا النتيجه. هولندا معروفه كبلد انه في التكوين تاع اللاعبين، فاختار بانه نجي كلاعب لهنا باش نتكون اكثر، فحتى هذا افتخار كبير. ومن بعد ايطاليا جيت لهولندا لعبت 5 سنوات في هولندا، من بعد رحت لاسبانيا لعبت سنه، عاوتاني رجعت لهولندا، من بعد رحت للخليج لقطر لعبت 4 سنوات، وعاوتاني رجعت لهولندا لعبت سنتين، والختام تاع على الكارير ديالي هنايا كان في هولندا. من بعد فاش كملت الكره درت التدريب الحين تحنا 8 سنوات هنا في هولندا. الحمد لله مرت من جميع الفئات، وحتى كنت نقولوا لي ديبلوم هاد السنه كملت كما تنقول الدبلوم ديالي لي فا برو، ودابا تنشتغل كمدرب اول الفريق الثاني تاع بي اس في ايندوفن. عادل دابا هو لانترمو ديالي ثلاثه لعامات هكا وقيله بحال بالي اللي تيدير ليا اللي تيتريني بيا لانترمو مزيان تعاوني في التيران وتا زعما برا تعاوني غير الخير وصافي. داكشي اللي نقدر نقول على العادل قاصح معنا بزاف، ولكن داكشي اللي خص لينا حنايا غادي مزيان بزاف طالنت هكا اللي خصنا نبقاو نخدموا بجهد باش كلشي يولي ان شاء الله اللي بغا. Yeah, he's a good trainer. I have him now a couple years. It's my third year with him, and he's very hard. And yeah, he's a good trainer. He's at the times he has to be hard. He's very hard, but he can also be chill with the guys during training. He can make fun with us. And but at the times that you have to work hard, he's hard. He's a hard trainer. احنا هنايا في فريق بي اس بي الثاني عندنا احسن المواهب تاع هولندا، عندنا لاعبين اللي يقدروا يوصلوا لمستوى اكبر في العالم كله. فهاد المواهب هادو كمسؤوليه بالنسبه لي يعني، لان اهم مكان اهم فريق في الاكاديميه هو الفريق الثاني. علاش الفريق الاول بيان سير، ولكن هذيك المحطه الاخيره الفريق الثاني. علاش؟ لانه كل شيء لو بيدجي تاع الكلوب كما تنقولوا في الميزانيه في هذاك النادي في هذاك الفريق، لانه هذاك هو المحطه الاخيره باش كما يوصلوا الفريق الاول. فهذه كمسؤوليه كبيره وكافتخار كبير انه كما تنقول هذه المجموعه عطاني الفريق الكلوب عطاني في اليد ديالي كما تنقولوا. فالتكوين تنحاول ما امكن انه كما تنقولوا باش نعطيهم هذوك المسائل الاخيره، نوجدهم كي تنقولوا ما بين تيكونوا واصلين عندنا 90% 95% باش يكونوا مستعدين للفريق الاول، ويكونوا مستعدين انهم ينافسوا بمستويات كما تنقولوا عصبات الابطال تشامبيونز ليغ، وحتى الى يروحوا للمنتخبات ديالهم يكونوا في المستوى العالمي. بزاف تاع اللاعبين اللي لعبوا في مستوى كبير وما قدروش يكونوا كمدربين، والعكس هو بزاف تاع اللاعبين اللي ما لعبوش في مستوى كبير وقدروا يكونوا مدربين. هذا ماشي على الصعيد المغربي، على الصعيد العالمي. اللي بغيت نقول لك هنا هو انه مساله احساس في الاول. بغيتي انه تكون مدرب عندك الشغف، لانه هاد الخدمه كما تنقولوا تطلب وقت كبير، تطلب جهد كبير، وتطلب استثمار. الخدمه ديالي انسبيري من مانغال، لانه تعلمت منه بزاف الحوايج، اشتغلت معه سنتين تنشوفوني لحد الان. يعني فعلا كاين مدرب خوس هيدينغ حتى هو اللي توا فادني بزاف كثير. فهادو مدربين اللي تنتمنى انه ان شاء الله في المستقبل بيان سور عندي الشخصيه ديالي، عندي المتعه ديالي، لانهم مدربين اللي قدموا لي الكثير في التكوين ديالي. بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي كما تنقولوا كانوا مفاوضات، وتنشكر الجامعه الملكيه المغربيه لانه
لانه على سيما السي تفوز رجع ليها اللي كما كنقول الاستقبال ولا الترحيب ولا حتى الطريقه تري بروفيسيونيل كما كنقولوا. فهذا واحد الحاجه تعطيني واحد النفسيه اللي كما كنقول واحد الاحترام الاختيار الحين كما كنقولوا حنا مسلمين ما كتبش لانه الظرفيه كانت شويه صعبه مع الفريق، كانوا طلبوا باش نجلس واحد شويه الوقت ومع الكونترا كان غادي يطلب هذاك الشيء شويه تاع كما نقولوا الصداع. الا انه الاختيار تاع الجامعه تنحترمو الاختيار تاع المدرب وليد، لانه قال بانه بغى انه واحد اللي يكون بجنبه 100%. خاصنا نشوفوا الطريقه بعدا اللاعب اللي غادي يلعبوا، كما نقول تنسمي انا ليدونتيتي الهويه ديالنا، ومن هذيك الهويه تنشوفوا الراس الحربه اللي تيجي في هذيك الهويه ديالنا. حنا عندنا المصيري، عندنا الحمد لله، عندنا العربي عندنا، ولكن بوتيتغ الشكل تاع داك العام ما تيجيش مع هذيك الهويه. حنا بعدا خاصنا نعرفوا شنو هي الهويه ديالنا، لما عندنا الهويه غادي يكون واضح حتى كما نقول لافونسونتر اللي غادي يجي في هذاك السيستيم، ومن بعد غادي يكون سهل حتى لافونسون باش يستوعب. فنظن انه المشكله ماشي في راس الحربه. نتمنى انه هذا هو من المسائل اللي انا كنت نقولهم دائما، نتمنى هذه المسائل اللي نقدر نتمنى ان شاء الله نضيفهم للكره المغربيه. احنا بلد كبير في كره القدم، كل سنتين كل اربع سنوات ترجعوا من الصفر. حنا خاص يكون عندنا واحد ستركتور، واحد ليدونتيتي. كما تنعرفوا هولندا عندهم 4-3-3، عندهم طريقه اللعب ديالهم، ايطاليا عندهم طريقه اللعب ديالهم. فاش يجي مدرب ولا يجيو لاعبين خاصهم يوظفوا الامكانيات ديالهم في هذيك طريقه اللعب. حنا خاصنا نوصلوا لهذا المستوى باش يكون عندنا واحد ستابيليتي باش نقدروا نفوزوا بالقلب. هذا هو كما تقول الخطوه اللي خاصنا نديروها، ومن بعد الى نديروا هذيك غادي يبان لنا دائما، غادي يبان لنا دونك اون فوا غادي يبان بان عندنا 3 و 4 بون سونتر. فتما فين كاين المشكله، مراكش تستاهل وجمهور المراكشي تيستاهلوا فريق اللي هو كبير، فريق في المستوى. فنتمنى ان شاء الله انه اللي مسؤول الحين ولا هذا انه يديروا اليد في اليد ويحاولوا ان شاء الله نرجعوا الكوكب ان شاء الله المستوى اللي يليق بها. كاس العالم غادي تنظم في قطر، حتى كما تنقولوا الظروف غادي تكون ملائمه، الملاعب، الجو، تنتظر جمهور مغربي كبير. هذا من الصفات ديالنا. تنتمنى انه نقدم واحد المستوى اللي يشرف الكره المغربيه ويشرف الشعب المغربي والجمهور المغربي اللي هو شغوف زعما. ولا تشوف المباراه اللي لعبنا ضد الشيلي وضد باراغواي، يعني الجماهير المغربيه كما تنقول لاعب زائد، لاعب زعما يعني تلعبوا ب 12 لاعب.